عثمان الشهير بمستر كريزي اختاره وأعضاء مجموعته أن يعبروا عما يعيشونه من قضايا عبر فن الراب، اختيار محروف بالمخاطر. كلمات أغانيهم تسببت في غضب السلطات المغربية التي أمرت باعتقالهم. المهم كتعمل شي حاجة اللي ما عملتها شي واحد، يعني حيت ملي تدي وعد تجلس معاه تحاور وتلقى راسو خاوي، يعني ماشي شي ما عرفتش شنو كيقول. Un peu de musique pour finir. Il a 17 ans et se fait appeler Mister Crazy. Il a vu des jeunes des quartiers pauvres de Casablanca. Dans son dernier clip, les acteurs simulent agression et prise de stupéfiants. Un franc-parler dont les autorités ne sont pas fans. Mister Crazy est... Oui, le mcnas, c'est comme tu as dit. On a dit qu'il est en train de se faire. Et le chef, il est en train de se faire. 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 قلب على شنو دار واللي تعاقب عليه، ما كنلقاش شخصيا الفقر. هو كيرابي على الحكومه والبوليس، حنا كنرابيو على الحكومه والبوليس. غير هو شي كيمشي للحبس، شي كيطلع للمهرجانات وتتخلص وكيعيش بديك الشيء. ياو جمع الخمسه هز الفوق، لك العالم كله ضدك، هز اكبر فوق. ياو طرطق المينوط عيط لا ليبرتي، غنبقى مربي لا فيدا ومواتي. باقي شاد واخا الحبس ولا دي اس جي، جاي قبيل غاني قلب غا كاسكيتشي. وابي مغيبي سبونسوري من جيبي، فوق صحاب فوق القاعة معنديش حبيبي. طرت نزل غا تبقى غا قريبي، واقي عم مسخ الخوزوزو في كليبي. بدل نتبدل بربي جا غا تهبل، مشيت نبول رجعت لقيت الراب عليا كيبدل. نهار طحت نطو كان جنين، شفت العاوين خايفة غادا كاتسلي. غنبقى حر واخا 12 مينوت كري، غنطردك المينوت كي دار صلاح بن جبري. دخلت خرجت بغاوني نطوي الصفحة، كيفاش غنطوي الصفحة وانا فرس مالي غا صفحة. بكاتني امي نهار بقيت قدام الوكيل، دموع الحقرة سالو طريق باقي طويل. ما باغيش نحلم باغي نعيش الريل، عطوني مؤبد ندوزو غبي لالو عاقيل. الكرية بغات النفس ماشي ديال درية، حلمنا بالراب ماشي بالحبس والمشية. ما كاينش حبس حرية للحرية، كان ربي بالنفس ماشي غاب السمية. شفت الناس مردومة كاتبكي بلا حس، عرفت الناس مظلومة غارقة في الحبس. كاين طن كاين ما الله يرحم الجبدة، مات بلا ما يحس في الحبس. شكون اللي بيك حس في قبرك ارتاح ونعس؟ كنتي حر جمع الخمسة وهز، خليني ساكت راه باقي ما كتبتش النص. وقف في النص وكنشوف تشاد الحبس، قال اللي صدقوا بالحق نسى راجل ونص. سمحي لي الكبيد الكبدة كليتها في نص، القلب اللي غيحس مات في الحبس. Sur YouTube n'ont pas du tout plu aux autorités. Oui, il s'appelle Othman, il a 17 ans, il se fait surnommer Mr. Crazy, Monsieur Fou, et il raconte dans ses chansons la dureté de la vie pour les habitants des quartiers pauvres de Casablanca. Des chansons qui remportent un certain succès sur le web, puisque l'un de ses derniers clips vidéo a été vu plus de 900 000 fois. Democratic country, however, in a true democracy, you are allowed to criticize the government and have opposing ideas and views, and unfortunately, that's not the case in Morocco. So please free Crazy and all political prisoners. This is Barbara from the United States of America. Assalamu alaikum.